السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميت سبارك ستوديو عبارة عن ايه؟ شفت الفلاتر اللي بتبقى موجودة في الفيسبوك او موجودة في الماسنجر او موجودة في الانستجرام؟ هي ده المسؤول عن موضوع الفلاتر دوت، بتظبطه بشكل لذيذ جدا. طيب ممكن نقول له ايه؟ بلانكي بروجكت، هذا مشروع جديد. فبيبدأ معاك بالشكل دوت. طيب عايزين نشغل الكاميرا، اقول له فيديو، وتبدا تشغل بقى اني كاميرا اللي انت عايز ان انت تفعلها. انا كده ظهرت اهو في الكاميرا، واي مؤثر هيحصل هيبان على الوش بتاعي. ممكن تحط اسيت معين، تمام، مثلا اي شكل من الاشكال. تمام، خلينا نختار مثلا شكل من الاشكال ديت لشرح الفكره. هنا يعني الكاميرا بتبدأ تحدد كل حركة أنا بعملها. بنملى داونلود، السلندر هو نزل، نقدر إن احنا نسحبه أو بقى موجود اهوت. ممكن تربطه بحركة الوجه بحيث إن هو يتحرك معايا زي ما أنا عايز. طيب عايزين نحط بقى مؤثر مثلا من هنا، من علامة الزائد اللي هنا، هقول له فيس تراكر ركر، بحيث ان هو يبدا يتبع الحركه بتاعت الوجه بتاعي بشكل زي ما انتم شايفين اهو، بحيث ان انا كل ما بتحرك هو بيبدا يتحرك معايا بالشكل ده. دلوقتي شايفين السلندر اللي انا حطيتها مرتبطه دلوقتي بحركه الوجه بتاعي، كل ما ابدا احركها هي تبدا تتحرك. يعني تقدر تعمل اي ماسك، تقدر تعمل اي مؤثر. انا طبعا اختار السلندر حاجه صغيره، لكن انت ممكن تحط اي مبنى كامل مرتبط مثلا بشعرك بحيث ان هو يبقى سرحهولك مثلا، حاجات زي كده. هي دي فكرة الفلاتر. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا بلانر تراكر، تارجت تراكر، هاند تراكر، كل الحاجات دي تقدر ان انت تستخدمها. تقدر تضيف اشكال تانية غير الشكل دوت ويبدأ ان هو يتحرك معاك. عمل لي بلان اهوت، تمام. تقدر ان انت تحط الحاجات انت عايزها. ده اسيت لايبراري، تقدر تختار اي لايبراري انت عايزها. ممكن صوت مثلا بالشكل دوت، ممكن 3 دي اوبجكت، يعني ممكن نظارة مثلا اهي، هيحملها لك او من على النت. ده الموقع دوت بيبقى فيه نماذج ثلاثية الابعاد، هو دلوقتي بيعمل لها داونلودنج. بعد كده بقول له دن نهيت، تقدر ان انت تسحبها نحطها على الفيس ترافينج، بقت معموله بالحجم دوت. تقدر ان انت تتحكم فيها، تنقلها مطرح ما انت عايز. تقدر ان انت تتحكم في الحجم بتاعها، يعني هتيجي هنا مثلا في السكيلز تقول له مثلا 0.1، مثلا. طيب تقدر ان انت مثلا تنزلها كده، تقدر ان انت تحطها كده اهي. بحيث ان انا كل ما اتحرك هي تتحرك معايا. ظبط بقى زي ما انت عايز. وبعد كده هتيجي هنا تقول له تيست اون ديفايس، بحيث ان انت بيكون عندك واحده مثلا على الاندرويد او الايفون، تقدر ان انت تجرب الحاجه اللي انت عملتها قبل ما تنزلها على الموقع. ببلش بعد ما تجرب وتاكد ان كل حاجه سليمه، فبتعمل ابديت او ترفع الحاجه بتاعتك ديت، ببلش نيو افكت او ابديت لحاجة تكون موجودة قبل كده، ويبدأ يبقى موجود على الانستجرام أو موجود على الفيسبوك. دي طريقة إن أنت تعمل الفلاتر على الفيسبوك، ودي طريقة الأوجمانتد رياليتي.